السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. الجماهير البصرية تنتفض ضد الحركة الصرخية بشعار اليوم يوم حيدر نقطع أنفاسه، ومظاهرات في محافظة كربلاء الآن ضد الصرخي. أبناء كربلاء ينتفضون ضد الصرخي وكل من يحاول المساس بمراقد الأولية. اللهم احفظ العراق وأهله. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.